Le trophée international de meilleure entreprise promouvant les droits de l'homme, le deuxième congrès international de l'Association internationale de défense des droits de l'homme et des médias, tenu le 10 et le 11 décembre 2022 à Manette, en Tunisie, a décidé de décerner le trophée international de meilleure entreprise promouvant les droits de l'homme à l'école supérieure privée d'ingénierie et de technologie Esprit, et ce pour son soutien inégalable aux étudiants diplômés afin qu'ils puissent faire des études supérieures dans les mêmes conditions que leurs homologues, concrétisant ainsi le principe d'égalité des chances. Donc, une académie, c'est à IRA, à l'Université et à toute l'équipe. Voilà, monsieur. مؤسستكم استحقت وعن جدارة تكريم أو الجائزة الأولى اللي قررها المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام، ولأنه دور الإعلام أنه يقول للمصيب أصبت وللمخطئ أخطأت، فإنكم استحقيتوا هذه الجائزة لنقطة مهمة ومهمة جدا. ممكن تفسرها لنا سيادتك هكا، أنه مؤسستكم تتيح أو تمكن الطالب، مع أنها مؤسسة خاصة ربحية، لكنها تمكن أيضا الطلبة كما نقولوا إحنا اللي ما في حالهمش، اللي مش متمكنين ماديا من مزاولة التعليم والتكوين عندكم، تمكنهم من التعليم المجاني أو في شكل قرض. تو تفسرهولنا سيادتك كيفاش؟ شوف، اختي، عملنا هالمؤسسة دي كنا معناها نحلموا في المشروع متاعنا وقت ينجح نكونوا عندنا 500 طالب في كل المستويات من السنة الأولى حتى السنة الخامسة. في قرارة نفسنا نقولوا جاء أبدا، التونسي ماهوش للدرجة ذي، مش معناها من سذاجة باش يجي يخلص مال كبير باش يمشي للخواص باش ياخذ الشهادة ويخدم به. وقت اللي احنا عندنا دولة وما أدراك اللي عندها، ما عندها صعوبة باش تخدم الناس هذيا، معناها الإشكال اللي كنا احنا عايشينه. ومع هذاك معناها هاك اللي شاركونا في رأس المال نتاعنا، معناها رؤوس أموال المخاطرة، قنعناهم، قلنا لهم احنا تو شوفوا من شكل آخرين، تو هاك الأولاد هذوك نخرجوهم وكلهم يخدموا ويحترموا مقاييس الجودة العالمية. وبدينا العمل بديناه من نهار الاول، كيفاش نعلموا هاك المهنه للطالب من غير ما نعملوا حتى اشهار. هاك ال 500 هذوك من بعد 30 المدرسه اللي حضرناها وكل شيء ما عاش فيها بقعه، والعدد معناها في كل عام هو يكثر. وذاك علاش جينا خرجنا من تونس وجينا شيرت الغزالة وشطرانة مركب صناعي وبنينا فيه بنايات باش نستقبلوا هالعدد هذا الكبير. جيت نشوف نلقى هالنجاح اللي خذيناه هنا، نلقى ديما اللي هما عندهم الفلوس اللي هما مدبرين هاكا، صغارهم يجيو ويجيو تبارك الله عليهم بكرهبهم ومفرهدين وكل شيء، وهاكا خير له من يمشي لفرنسا تكلف له بعشر رسوم هنا وعنده نفس الجوده العالميه. وهاك اللي هما هابطين من جبل كيفيالا وعندهم صعوبه شويه باش يلقاو هاك المال، وهو شاهي الاسبري ما نجمش يدخل له مهما كانت الرخصه نتاع هاك معناها المال اللي احنا طالبينه، اللي هو معناها اقل من مشتر نتاع الكلفة في الدولة. ما هذيك العائلات ما عندهاش 4000 دينار ولا 5000 دينار في العام، منين باش يجيبوها؟ وقتها معناها وقع لي مشكلة معناها مع ضميري، كيفاش هاك النجاح هذاك النتيجة نتاعو ضمن هاك الناس ما عندهمش فلوس.
هذه هي الحقوق راهي، مش حاجه اخرى. انت تحط حاجه باهيه وتمنع هكا الناس اللي يشتيوا باش يجيوا يستهلكوا، تقول له انت ها ما عندكش حق باش تستهلكها خاطر المال اللي يلزمك ما عندكش. وقتها معناها انا وزملائي اللي معناها اسسنا المؤسسه دي، معناها لقينا مؤسسات اللي بسخاء اعطونا مال، والمدرسه نتاعنا حطت معاهم مال، وحلينا معناها حساب جاري في بنكا، وهك المال هذاك وظفناه باش نستنفع منه هكا الطلبه اللي هم عندهم امتياز وما عندهمش مال، العائله ما عندهاش المال هذاك. وهذيك من نهارتها توا عندنا اكثر من 700 واحد اللي هم تكونوا بهك المال هذاك، ياخذوا قرض من هاك البنكه، نهار اللي يرجع يخدم عنده عامين يستهلك هاك الشهريه نتاعو يتمتع بها كيما يحب ويشتهي، وبعد عنده 7 سنين باش يرجع هاك المال هذاك باش غيره يستعمل هاك المال هذاك. وسميناها هذيك هاك الصندوق التضامني، وهاك نجح بك الشيء هذاك. واحنا توا طالبين كل ما عام نحل هاك الصندوق هذاك، وحتى الطلبة نتاعي يمكن العام الجاي يمكن كان يسمعوا الخطاب هذا، تو نقول لهم كل واحد منكم حط لي 20 دينار في هاك ولا 10 دينارات، علاش 20 برشا عليهم مساكن، 10 دينارات حطوها في هاك الصندوق هذاك، وتو نشوفوا شنو نعملوا به. راهي ماهيش الفلوس اللي تخلينا نعملوا الشيء هذا، الافكار. قبيله حكيت لك من متعدي قلت لك هذه عملته كله اللي تشوف فيه وانت مبهره به، راني عملتها براس مال نتاعي اللي هما 10,000 دينار. ماهيش الفلوس اللي لازم هي تكون غزاره باش الواحد يعمل مشروع. الافكار كيفاش نعملوا حاجه تنفع البشريه. وقت اللي انت تنفع تولي الناس كل تلقى هاك المال هذاك باش هو يستنفع بك العمليه هذه. هذه كيفاش عملنا هال الفونداسيون اسبري باش اكل بالي ذاك موفر كل طالب عنده كفاءات، عنده كفاءات مش معناها اي طالب اللي هو عنده كفاءات وما عندوش باش يخلص هذاك احنا ناخذوه معناها اون شارج باش يخلص الدراسه نتاعو كيما الناس كله، وحتى واحد ما يعرف اللي هو ما عندوش فلوس. نبداو بالاسم والصفه. منال مذيوب مدير الدراسات اسبري انجينيور. المؤسسة متاعكم اليوم استحقت الجائزة الأولى من الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، نظرا لأنكم احترمتوا حق الإنسان في التعليم اللي هو حاجة كبيرة برشا، كيفاش؟ أول حاجة احنا فخورين بالجائزة هذه. البعد الإنساني والاجتماعي نعيشوه كل يوم في المدرسة متاعنا. الفرصة اللي نعطيو فيها لبرشا طلبة موجودين كامل تراب الجمهورية حتى لو كان ما عندهمش الإمكانيات المادية اللي تخليهم يكونوا موجودين معنا في المدرسة، عن طريق هذا المشروع إسبري فونداسيون، فونداسيون إسبري يمكن الطلبة اللي تكون عندهم مؤهلات عالية واللي يحبوا يواصلوا تعليمهم باش يكونوا مهندسين في واحدة من الاختصاصات اللي نقدموها، تمكنهم أنهم يكونوا موجودين معنا في المدرسة متاعنا وتكون عندهم نفس الفرص في إطار تكافؤ الفرص، أنهم يكون عندهم نفس التعليم مع تلامذة أخرين عندهم الماديات اللي تخليهم يكونوا موجودين في إسبري. وهذا مشروع خلى برشا من الطلبة أنهم يحققوا هدف متاعهم وحلمهم باش يصبحوا مهندسين في الاختصاصات اللي هما يحبوها، وما يكونش الجانب المادي عائق نحو تحقيق الهدف هذا.